اهلا بكم متابعين فلسفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. مهنه حراس السيارات او لحراسه السيارات من المهن المثيره للجدل بالمعنى الحرفي للكلمه. مجموعه من الامور، مجموعه من الاتهامات اللي كتوجه لحراس السيارات من قبل المواطنين ومن قبل الجهات المسؤوله في البلاد. فكاين البعض اللي كيتهمهم بالابتزاز، السرقه احيانا، وحتى استغلال الملك العام والبلطجه. فشهدنا على مجموعه من الواقع اللي كتشوه الصوره ديال حراس السيارات. فللرد على هذه الاتهامات اللي كتواجه هذه المهنه هذه، معنا اليوم السي عبد الله اهلي بصفته رئيس جمعيه الامل للانماء الاجتماعي. اهلا بك سي عبد الله. اهلا بك سي عبد الله. المهنه ديالكم كيف ما قلت في التقديم ديالي هو انها مهن مثيره للجدل. دائما مجموعه من الاتهامات اللي كتطال الحراس ديال السيارات. احنا ما عارفينش واش مدى صحه هذه الاتهامات، واليوم انت موجود معنا هنايا باش ترد على هذه الاتهامات، وخصوصا ان مؤخرا تم وزاره الداخليه تلقات مجموعه من الشكايات من المواطنين اللي كيتهموكم فيها بمجموعه من الامور، من بينها السرقه، الابتزاز، استغلال الملك العام، وحتى الاعتداء. فشنو كتقول في هذا الشيء؟ اولا استاذ، قبل ما نرد عليك هذا السؤال، بمناسبه عيد العرش المجيد اللي غادي تحتضنه المملكه المغربيه في الاخر ديال هذا الاسبوع، جمعيه الامل للانماء الاجتماعي للحراس كتقدم التهاني ديالها الحاره لجلاله الملك، جلاله الملك الذي اعتلى عرش اسلفه المنعمين لهذا الوطن العزيز. وجمعيه الامل كتقدم ليه التهاني الحار ولي العهد وللأسرة الملكية وللشعب المغربي. بمناسبة هذا السؤال اللي طرحتي، واتهامات اللي كتوجه للحراس السيارات والدراجات، خص الناس اللي كيوجهوا هذه الاتهامات يفرقوا ما هو حارس وما هو عشوائي. الحارس اللي عنده البطاقة ديالو ديال الترخيص والسلطات المحلية اللي دارت لي البحث وعنده الرخصة ديالو وعنده المكان ديالو محدد، راه ما يقدرش يدير هاد الأشياء اللي كنسمعوها باش يمشي يسرق بنادم ولا يدير الاعتداء ولا يمس ممتلكات ديال المواطن، حيت عارف المصير ديالو اشنا هو، لأن هو تيق ديالو عند السلطات المحلية. من هنا أنا كنرد على دوك الناس اللي كيقولوا اللي كيقول ان هاد الحراس كيسرقوهم ولا كيبتزوهم. الحمد لله البلاد ديالنا عنده المؤسسات، كاينه المؤسسات الامنيه، كاينه السلطه المحليه، كاينه المحكمه. الى عرفت هاد الانسان اللي وعندو البلاصه ديالو اللي دار هادشي يمشي يقدم الشكايه. ولكن انت ما كتنكرش ان كاينين هاد الممارسات وكاينين هاد التصرفات اللي كيبدروا من عند حراس سيارات سميتيهم عشوائيين يعني، ولكن هاد الحراس السيارات اللي كيقوموا بهاد الممارسات ما كيشوفوا الصوره ديالكم نتوما اللي نظاميين وكتسعوا لتقنين هاد المهنه هادي. هاد الاشخاص ماشي غير في عشوائيين، كاينين حتى باش نكونوا صريحين، كاينين حتى اللي عندهم ترخيص. لان اولا بعدا ترخيص الا بغات تعطي لشي واحد خصو يطلبوا ليه جميع الوثائق اللي كتشوف السلوكيات ديال هذا الشخص هذا. اولا بعدا يجيب لهم حسن سيره ياك، ويجيب لهم اسيدي الوثائق كامل اللي كتثبت بان هذا السيد كيستحق بعد هذه المهنه وبغى يجيب فيها طرف الخبز ديال الوليدات ديالو، فهمتي. ولكن اللي كنشوف انا هما الناس اللي مكلفين بالترخيص، اي واحد جا يعطوه الترخيص. ثانيا في هذا السؤال كاينه السلطات المحليه هي اللي خصها تقوم بالدور المنطوط اللي مختص بها، الدور اللي لقات المسجلي تقول له سيدي اعطيني الترخيص. ما عندوش ترخيص، الا كان تيستحق ياخذ الترخيص يمشي يقول له سير دير الترخيص ديالك. على ذكر الترخيص، كاين مجموعه من الجمعيات اللي حتى هي ناشطه في هذا المجال، ماشي في المنطقه ديال سيدي مؤمن بحالكم، وانما مناطق اخرى، اللي كانت تقدمت لنا بشكايات كتقول فيها بان راه منعوهم الحصول على ترخيص وبدون سبب. فشنو الاسباب في نظرك اللي تكون منعت السلطات انها تعطيهم الترخيص؟ اولا استاذه، جمعيه الامل للانماء الاجتماعي للحراس ما مختصتش بسيدي مؤمن، مختصه بالمغرب كامل، ماشي غير سيدي مؤمن. ولكن المقر ديالها في سيدي مؤمن، المقر في دار الشباب في سيدي مؤمن،
حنا عندنا المنخرطين في حال حسني في الانفا في الدرب السلطان في جميع حنا دابا في اطار حتى نشوفوا بعدا تعميم الدار البيضاء عاد نشوفوا نخرجوا مدينه الدار البيضاء. ثانيا الجمعيه حنا قدمنا ملي اسسنا الجمعيه قدمنا واحد الالتماس والتصور للسيده العمده وللسيد ولي جهه الدار البيضاء السطات لمدينه الدار البيضاء اللي كنوجه ليه في هذا المنبر الشكر الجزيل لان حل هذا الطلب اللي حنا نحله على السيده العمده وانا وقفت عليه بيدي ومشيت عند السيده العمده واتصلت بها الكاتبه ديالها وقالت لها ودي هذا الملف راه كيروقني قالت لي خصنا نريح حنا كمنتخبين السلطات والسلطه الامنيه باش نديروا واحد الحل ولكن دابا الملف السيده العمده حطاته للسيد اللي مكلف بلا ما نذكر الاسم ديالو اللي مكلف في المجلس المدينه بالترخيص ملي كنمشي كتقول لها الكتيبه ديالو راه عنده العمل على برا باقي مرمي شهرين هذه باش هذاك الطلب اللي قدمنا السيد الوالي جهه الدار البيضاء اللي كنوجه ليه الشكر سرع بالملف ديالنا وحلو على السيده العمده السيده العمده كلفت السيد اللي غادي يدير معنا اللقاء ولكن فين ما كنمشيو ما كنلقاش يعني غياب التواصل ما بينكم وبين الجهات اللي مسؤوله على على بانها لا ماشي غياب التواصل لا ماشي غياب التواصل مع بعض الجهات ماشي السيد اللي مكلف انا كنشير لي السيد اللي مكلف بالترخيص في المجلس المدينه هو اللي باقي ما غوتش علينا السيده العمده قامت بداكشي اللي خصها تقوم السيد الوالي قام بداكشي المقاطعه ديال سيدي مؤمن داروا معنا لجنه حنا في اطار حيت حنا داروا معنا لجنه حنا دخلنا معاهم بدينا كنصحوا الترخيص وحيت كاينين باش نكونوا ناصفين لكل واحد راه كاينين كما قلت لك كاينين بعض الحراس اللي بغاو السيبه كاين اللي كيمشي كيصوب الرخصه كيشد ديك الكارني كيخلص الشهر الاولاني الثاني ما بقاش كيمشي كيخلص كاين اللي عنده 7 سنين كاين اللي عنده 10 سنين وانا دخلت مع الجماعه ملي درنا هذه اللجنه دخلت معاهم كيفاش يديروا التسهيلات لهاد الناس باش يبداو يدوا شهر بشهرين حتى يكملوا داك الشيء اللي كيتسلاهم كتسهيلات نوع من التسهيلات تسهيلات مثلا عنده 4 سنين يخلص شهر بشهرين ولا انا قدمت واحد الطلب لان عندي الوثائق قدمت واحد الطلب للسيد رئيس المقاطعه ديال سيدي موم قال لك راه ما كاينش شي واحد اللي يعفي لك لا الرئيس لا العمده لا العام لا الوالي الا وزير الاقتصاد والماليه السيد وزير الاقتصاد والماليه حيت عندي جميع الوثائق كتبت ليه ولكن باقي ما ردش علينا دابا الحل اللي وصل معنا اللي بدينا فيه في الجماعه ديال سيدي موم قالوا لنا غادي يخلص شهر بشهرين اللي عنده 7 سنين غيخلص 4 سنين سون بلاص وديك 3 سنين اخرى نديروا معاه التسهيلات جماعة انا كنهضر على جماعة ديال سيدي موم اللي حنا عندنا في المقر دخلوا معنا في هذا الاطار ولكن لقيت انا كرئيس الجمعيه لقيت الصعوبات مع 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 الحراس مع الحراس دابا حيت انا طرع عليا واحد من هذاك اللجنه طرع عليا واحد السؤال وقال لي السي عبد الله قال لي نعم قال لي دابا قال لي الا عندك غير 10 طوموبيلات قال لي شحال كتخلصوا في الشهر 350 درهم قال لي الا عندك غير 10 طوموبيلات غتهز 3000 ريال وغادي تخلص الشهر ديالك وغتبقى نقي راه كاين الحمد لله اللي كيدخل انا علاش انا بغيت ندخل في التقنين او في هيكله هذا القطاع اولا بعدا غيستافد الحارس وغادي تستافد الجماعه في الجماعه حتى المواطنين غادي يتهناو من واحد الناحيه حيت حنا الاطار اللي جينا فيه حنا سيدي درنا البادجات ها هما اللي كتلقاو عنده انا كنقول لجميع المواطنين اللي كتلقاو عنده هذا البادج تبع جمعيه الامل للانمال الاجتماعي ثانيا البدله باقي ما فرقناهاش البدله فيها السميه ديالنا وان شاء الله بحول الله غادي نديروا فيها حتى الترقيم ديال الترخيص اللي عنده شي رخصه نديروا الترقيم الرقم ديالو فهمتي لان ملي ريحت مع السيد المكلف بالتوصل في 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 المجلس في ولايه الدار البيضاء قال لي السي عبد الله غادي دير لهم واحد البلاكه اللي كتشوف ديك الحمراء قال لي ديال النهار غادي دير لهم الحمراء يحملوا الرقم فيها ودير لي دير لهم الصفراء
وانا عجبتني هذه الفكره لانني انا كنغدي عقلي في الافكار عند الاخرين. ولكن سي عبد الله دابا حنا نرجعوا للتقنين ديال هذا الميدان، وانت اشرتي لها في الحديث ديالك، قلتي انت الهدف ديالك والهدف ديال الجمعيه ديالك هو اننا نقنوا هذا الميدان وتولي واحد المهنه اللي مهيكله اللي معروف شكون اللي خدام فيها باش نقدروا اننا نميزوا ياك. فبالنسبه لك انت شنو اللي كيعيق ياك التقنين ديال هذا الميدان؟ شوف دابا سنوات وحنا في المشاكل ومجموعه من الامور وقعات ومجموعه من الصراعات اللي كانت ما بين المواطنين وما بين حراس السيارات، وحتى الحدود اللحظه باقي المشاكل مطروحه، فشنو الحل بالنسبه لك؟ اولا اللي كيعيق هذا القطاع ملي كتمشي تقول لك هذا القطاع غير مهيكل، حنا من هذا الباب دخلنا، حنا هذا القطاع بغينا يتهكل، لان هاد جمعيات الحراس الليليين بالمغرب خلقت من 1923 وتعادت في 1958 وتعادت في 2002 وتعادت في 2006. اذا هاد القطاع خصو يتهيكل، لان المشرع او الدستور المغربي راه دار لي الرقم، راه حيت خصني نقلب عليه باش نجبدو لك، عند الرقم الظاهر الشريف اللي هذا القطاع عنده الحق باش يتهيكل. ولكن ملي كتمشي عند السلطات، كنا حنا بغينا نديروا النقابه، راه قلتها لك في اللقاء قال لك اسيدي هذا القطاع غير مهيكل. ملي كتمشي كتسول الناس قانونيين تقول لك هذا القطاع مهيكل خصو، لان عنده الظاهر الشريف خصو يتهيكل. حنا دابا جينا في اطار نتقربوا مع جميع سي عبد الله، لمن كيحمل المسؤوليه ديال ان القطاع باقي ما ولاش مهيكل حتى لحدود اللحظه، ولا باقي ما نقدروش نقولوا عليه انه قطاع مهيكل حتى لحدود اللحظه؟ القطاع انا هذا تحمل المسؤوليه كنحملوا جميع الاطراف، لا الحراس لا السلطه. اولا الحراس هما اللي خصهم يديروا البوادير وخصهم يقفوا على القطاع ديالهم، لان هذاك تيجيبوا في لقمه العيش وخصهم يحميوه، وهما بعدا حنا كحراس هما اللي خصنا نحميو هذا القطاع قبل ما نبادروا باش نهيكلوا. حنا خصنا نبينوا روسنا بالتعامل لا مع السلطه ولا مع الزبناء ديالك، لان هذا الحريس خصك تعرف يا استاذه بان راه غرفه عنده اشياء اللي ما كانش عند المقدم ولا عند القايد. هذا غرفه راه نسيت كيفاش سميتها، راه مكتوبه عندي، غرفه تواصل اولا مع المواطنين مع الزبناء لذاك الاحياء وعين الخافيه للوطن ديالهم. وشنو اللي كيعيق التواصل ديالكم مع المواطنين؟ التعاون. دابا حنا في هذا الوطن العزيز كل واحد بغى فابور، كل واحد ما كرهش يتمشى بالسياره بلا لاسورانس ولا بلا كارت غريز ولا ديك المازوت يمشي للفستاسيون ما يخلصهاش. حنا كلشي كنبغوا تعطيه لنا الدوله. الدوله مؤسسه هيكل. ولكن حنا دابا في مجتمع اللي فيه الصحافه في الاعلام، شنو اللي كيعيق انكم توصلوا صوتكم للمواطنين او لكم تردوا على الاتهامات اللي كتوجه لكم؟ اولا شكرا جزيلا على هذا السؤال، هو بيت المقصد. حنا ملي كونا الجمعيه وانا عبد العبد المدنيم رئيس جمعيه الامل الانماني الاجتماعي، ما كاين عسل الليل لا النهار، وكيروقني هذا الملف هذا وهذه المهنه هذه. انا جوج مرات كنقدم طلب للرئيس جماعه سيدي مون باش ندير اللقاء التواصلي مع الصحافه ونقدموا لهم التصور ديال الجمعيه وإطار اللي غادي فيها. قدمنا في شهر 6 وكنا وعدنا الصحافه نهار 15 في شهر 6 باش نديروا ذاك اللقاء. بقات يومين غوت على السيد اللي كلف بالقاعه قال لي غادي نصلحوا القاعه، هذه وحده. ملي مشيت كنسول وكنشمشم شكون واش كان شي يد خفيه، يعني كان شي يد خفيه اللي ما باغاكمش توصلوا للصحافه. مشيت لقيت حتى واحد، الرئيس ما قال لي، حتى شي واحد ما قال لي. ملي شاف اني كنسول عاوتاني غوت عليه قال لي دير الطلب وتحدد النهار اللي بغيتي. حددنا نهار 13 في شهر 7 واتصلت بك تينيت. وهادشي بموافقه ديال السلطات؟ عندي اخباريه، عندي كلشي، الوثائق ديالي كل اللي عندي.
انا ما كنهضرش عشوائيا وما كنهضرش من الفراغ. المهم ملي لحقات عاوتاني ملي بقات يومين اتصل بيا. شنو السبب ديال هذا التماطل؟ قال لك اسيدي ما تدخلش الحراس في هذا الطلب. قلت له انت ماشي شغل، لكن هذا هو بيت النقص. بلات قلت له انت كتسلم القاعه، السلطات المحليه لا السيد القايد ولا العماله راه قدمنا لها نسخه من قانون اساسي ديالنا وعطاتنا الموافقه باش نديرو باش نديرو اللقاء. انت كتسير القاعه. المهم انا هاد السيد غندير مع الاجراءات، راني درت معاه، قلت لك دابا هاد السيد راه تابعو في الاجراءات اللي خصها دار، انا تابعو فيه. وفي الاوف قلتي لي بان قلتي واحد الكلمه يعني اللي يعني اللي هي كتلخص لنا هاد الوضعيه كامله. قلتي بان كاين بعض الناس وبعض المسؤولين ما باغينش هاد القطاع يتهيكل، ما باغينش هاد القطاع يتنظم. فعلا راه هاد الشيء انا شرط به، شرط به للجميع، جميع في الطلبات ديالي اللي 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 قدمت. كاينين الناس كيبتزوا الحراس، كيبتزوا الحراس وما كيبغيش يسلموا لهم الترخيص، ما كيبغيش يدير لهم تسهيل في الترخيص. وكاينين عده الاشياء مخلطه في هذا الحال. دابا كاينين الناس اللي عندهم اماكن شادين بعض الاماكن كيحطوا في الحراس كيتسمعوا مع اصحاب الشقايق. هما حدا كنيت هنا غير هنا حدا 21 غوش حدا ميريز، لان انا كلشي عندي طلعت عليه، كلشي عندي الوثائق وعندي كلشي. هما اللي كي يشدوا هاد المهنه باش تبقى بحال هكا. كاينين مال الشكار اللي عندهم اصدقاء ديالهم، انا ما غنتهم حتى شي واحد. يعني كاين لوبيات في هذا الميدان اللي ما باغاش يتهيكل. كاينين دابا بحال هاد الناس، هاد مال الشكار اللي كيشدوا كيسموا الشركه الوهميه وكيشدوا الشوارع. ياك هاد الشركه اش كتقدم لهاد، دابا هادو اللي كيتهموا الحراس، هاد الشركه اش كتقدم لهاد المواطن البيضاوي ولا الرباطي ولا الطنجاوي؟ ما كتقدم له حتى شي حاجه. كتمشي كتشد هذيك الشارع كدير له ترسمو تدير له داك الكاريات، كيجي بنادم ما كاينش اللي يحس ليه على داك السياره، كيجي بنادم كيخلص كيلقى البورطابل ديالو مشى ولا الفلوس ديالو مشى، ولا ملي كيجي عند ديك الشركه كتقول لي انا ما مسؤولش عليه، انا مسؤول عار بان وقفتي تما. ماشي بحال حارس، حارس هذاك السيد لا ديال الليل لا ديال النهار كيوقف حدا ديك السياره، كيسهر على الامانه، كيسهر على امانه. وانت كتروح عليه جوج دراهم، واش جوج دراهم ديال فهمتي ملي انت كتقطع الساعه ديال المكانه ب 20 درهم ولا ما عرفت شحال، ولا فتي ديك الساعه. ولكن خاصنا عاوتاني نحترموا واحد التعريفه، حيت كاينه واحد التعريفه اللي كتقن اللي مسموح بها، ما خاصناش نطلعوا عليها وما خاصناش نهودوا. انا مشيت بحث على هذا الشيء استاذه. وي انا كما كنقول لك انا كنبحث. نعم مشيت اسيدي ملي نضت الضجه ديال هاد الحراس، مشيت انا قلت لهم اسيدي لمجلس المدينه، قلت لهم غادي تعطونا التعريفه ديال هاد الحراسه. ملي كانت استاذه زبيدي، دابا راه ما بقاتش، ملي كانت استاذه زبيدي حددت لي الثمن لا ديال الليل لا ديال النهار. قالت لي اسيدي مثلا انا جيت عندكم هنايا، خليت السياره ديالي برا، ياك خليت السياره ديالي برا، ملي غادي نخرج غادي نعطي لهذاك الحارس جوج دراهم، ولكن ملي غادي نرجع ملي غنمشي ونرجع خصني نخلص عاوتاني مره ثانيه. كذلك في القهوه الدراجه كتحدد السعيره ديالها بدرهم، ياك هذاك الدراجه العاديه بدرهم، والدراجه الناريه جوج دراهم، السياره كتا دراهم، الشاحنه خمسه دراهم، وفي الليل كيتضوبل. يعني انتم ما عندكمش ما كتعترضوش على التعريفه؟ حنا اللي اعتقبنا ما راه كتاخذوا ما كان حنت، ولكن دابا حنا غادي ان شاء الله نطلبوا باش تكون هاد التسعيره وتكون واحد محدده، تذكره كتعطيها لبنادم وكتكون فصل بينك وبينه هو. هكا كنكونوا ما بقى يعني تفادينا الازمه اولا الصراعات اللي تكون ما بين المواطن وما بين هاد السلطات، وما نوصلوش لهاد يعني هاد الاخبار ديال اللي كنسمعوا ديال البلطجه اللي يتهموا بها يعني الحراس ديال السيارات وغيرها من الامور. فعلا خص المجلس المدينه هي اللي دير اللقاءات، تحرك في هاد الباب، شوف دير لقاءات تواصلي مع الجمعيات وحتى النقابات، حيت كاين حتى نقابات، وغادي دير لهم هاد التسعيره اللي غتكون فاصل
ملي كيكون شي حاجه ولا هذاك راه كاين القانون. ثانيا بلاتي ثانيا حنا دخلنا في هذا الاطار باش نوروا شويه نوروا الراي العام، ولكن الوقت كيداهمنا داكشي علاش رسالتك الاخيره للوي. حنا دخلنا باش نوروا هذه المهنه ونعطي واحد الاشعاع، فهمتي ما هو هاد الخدمه اللي غن. حنا صوبنا الجيليات ارتداء الحراس ديالنا وصوبنا لهم البادجات ديالنا باش هاد الاشعاع يتعطى بحال حافله بحال سيارات الاجره في المدينه باش ما تبقاش العشوائيه. هاد الشيء حنا خدامين فيه، خص غير السلطات تعاون معنا وخص المقاطعات ديال الضربيه تتعاون معنا، وان شاء الله هاد القطاع هذا غادي نشوفوه في واحد الحله اللي غادي تنصف الحارس وغادي تنصف المواطن، اللي هذاك المواطن هو اللي غادي يولي يقلب على ذاك الحارس ان شاء الله بحول الله وبقوته. شكرا بزاف السي عبد الله. هو الموضوع شيق وموضوع فيه بزاف ديال ما يتقال، ولكن للاسف الوقت كيداهمنا، داكشي علاش غنضطروا اننا نختموا الحلقه ديالنا اليوم. على امل على الاستضافه. شكرا على الاستضافه، على امل اننا نتلاقاكم بلقاء جديد وموضوع جديد وطيب جديد ان شاء الله. السلام عليكم.